عارفين الخديوي عمل ايه يا بنات؟ الخديوي توفيق كان شايف المصريين كلهم عبيد عنده. بطل تشرح الذمة، هتلاقي البنات تقف قدام بيتك بالطوابير وهيحبوا على يدك كمان عشان ياخدوا دروس. يا سلام، وروح من ربنا فين؟ ليه وفقتهم يا عيسى؟ ليه ضيعت نفسك؟ الحوجة فرح، حوجة حوجة تخلي الجو ينخ، حوجة بتزل تكسر الضهر، ما يحسش بالحوجة غير والد الغلابة. عيسى انت شغال لغاية ما تندل عليك وتحط لسانك في بوقك وتخلص، فاهم؟ كنت عايزني اتجوزك من وراح لي يعني. يا وراح الواد ده باشا، اخر حد زاره كان اخوه. ما تقتل، اضرب يا ولد الغلابه. ولد الغلابه على NBC مصر. رمضان يجمعنا.